عندي هنايا الحمص اللي في الزبدة، غندير قزبور معدنوس. دابا قرب يطيبوا الكرعين والحمص، غندير دابا مطيش الحك تقريبا واحد المعلقه كبيره مخلطه مع شويه ديال الماء. ها هما الكرعين تقريبا دابا طابوا لينا، غادي دابا نحطهم ان شاء الله في الطبق ديال التقديم ونقدمهم لكم. السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم، مبروك عواشركم باش ما كتمنوا ان شاء الله. اليوم غنقدم لكم الكرعين بالحمص، يلا وتشوفوا معايا المقادير وطريقه ديال التحضير ديالهم. عندي هنايا الحمص اللي في الزبده، عندي هنايا الحمص، هنا لا درت شويه ديال الزيت، زيت العود، شويه ديال زيت البلديه والروميه. هنايا عندي الكرعين، هنايا عندي التوابل، فيها شويه ديال السكنجبير، عندي البزار، عندي حرق بلدي، عندي شويه ديال البزار وشويه ديال التحميره قزبر ومعدنوس. عندي تقريبا هنايا واحد ثلاثه ديال المطيشات محكوكين، عندي هنايا واحد البصله مشلضه، عندي هنايا الزيت اللي قلت لكم زيت العود، عندي هنا ثلاثه ديال الفصوصه ديال الثوم، تقدروا ديروا حتى خمسه، عندي هنا شويه ديال الملحه، وعندي هنايا معلقه كبيره ديال مطيش الحك، ونبداو ان شاء الله على بركه. انا غندير البصله ديالي، غندير الزيت، بالنسبه للثومه تقدروا تحكوها، انا غنلوحها غير هكا، كلشي غيطيب. غندير التوابل، غندير قزبور معدنوس، غندير مطيشة، وغنخلي هادشي كلشي تيتشحر ليا ان شاء الله. غادي نبلل بالماء السخون، هادشي اللي غادي ندير، يعني غادي نخلط، انا غندير كلشي في خطره، ومن بعد كنسد على الكوكوط ديالي ونخليها طيب على خاطرهم، نقص ليه ونخلي هاد الكرعين هادو يطيبوا على خاطرهم. دابا درت القياس ديال الماء اللي غيطيب ليا فيه الحمص والكرعين، ونسد عليهم حتى لواحد شويه ان شاء الله ونرجع معكم. دابا قرب يطيبوا الكرعين الحمص، غندير دابا مطيش الحك تقريبا واحد المعلقه كبيره مخلطه مع شويه ديال الماء. ندوق نشوف واش ناقصه شي حاجه، نسد على الكوكوط حتى يطيب ليا ونرجع معكم ان شاء الله. ها هما الكرعين تقريبا دابا طابوا لينا، غادي دابا نحطهم ان شاء الله في الطبق ديال التقديم ونقدمهم لكم. ها هما الكرعين ديالنا كيجيو معلكين، جربوهم ان شاء الله بهذه الطريقه غادي يعجبوكم. ولا عجبكم هذا الفيديو ما تخلوش عنا بلي لايك وديروا لنا اشتراك، وشكرا لكم بزاف بزاف، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. نتمنى هاد الوصفات البساط اللي كنقدم لكم يعجبوكم وكنشاركهم معكم.